مشاهدين اهلا بكل حضراتكم مره تانية ولفقراتنا صحتك دايما معانا بالدنيا في رمضان. خلينا نعرف معاكم بعض المشروبات اللي بتقينا من جفاف الفم في رمضان. طبعا ودي من ابرز الشكاوى اللي بتكون موجوده في رمضان. اول حاجه الميه، والمعروف طبعا عن الميه ان هي بتساعد على ترطيب الفم، فعشان كده لازم نحرص على تناول كميه كافيه من الميه، ممكن توصل ل 8 كوبايات بين وجبتين الفطار والسحور، وده بيساعدك على زياده تدفق اللعاب للفم. ولكن لا تكثر من شرب المياه في السحور لانه بينقلب الى العكس ويزيد من جفاف الفم في الصيام. طبعا المقوله بتقول الشيء اللي بيزيد عن حده بيتقلب ضده. هم 8 كوبايات ميه ان شاء الله كافيين يخلوا دايما ريقك جاري طول اليوم. طيب الموز، شرب عصير الموز بعد الفطار لان بيحتوي على نسبه عاليه من البوتاسيوم وبيحافظ على السوائل في اجسامنا. وطبعا للاستفاده من البوتاسيوم لازم تشرب النوع، ما ينفعش تشرب النوع المحلى بالسكر الصناعي لانه بيسبب زياده نسبه السكريات في الجسم وبتزداد طبعا فرص شعورك بالعطش في نهار رمضان. كل ما كنت تاكل حاجات مسكره قوي او حاجات حادقه قوي، الاثنين دول بيخلوك تحس على طول ان انت عطشان وريقك ناشف. طيب العنب بقى بيحتوي على حمض الألفا هيدروكسي، وهو حمض طبيعي بيحافظ على الجسم من الجفاف. وكمان هنلاقي في الحمض ده هنلاقيه موجود في التفاح المليء بالألياف الغذائية، وكمان بيحسن حركة الطعام في الأمعاء أثناء الصيام من انتفاخ. كان في فوائد كتير جدا سواء كانت في رمضان ممكن نستغلها أو خلال طول السنة. طيب اللبن او الحليب، بيساعد الحليب على امتصاص الكالسيوم، وكمان بيحتوي على فيتامين د وحمض اللبنيك اللي موجود في اللبن الرايب وحليب الصويا اللي بيحتوي على نسبه جيده من الكالسيوم. طبعا الناس اللي ما بتشربش حليب تحاول تعوضه بالزبادي او حتى البيض، بس مش البيض المدحرج الغالي ده، لا خليكم في حته تانية بعيد عنه. طيب عصير الطماطم، بتحتوي ثمرة الطماطم على الأملاح والفيتامينات والمعادن خصوصا البوتاسيوم اللي طبعا احنا بنكون بحاجة ليه خلال وقت الصيام، عشان كده تناوله كثمرة أو كعصير بين وجبة الفطار والسحور. ولكن طبعا ما ينفعش نكتر منها لأنها بتحتوي على أملاح ممكن تسبب العطش. ونرجع نقول تاني نفس الكلام، بلاش تزوده من أي حاجة، خليها بالمعدل المتوسط. العرق سوس طبعا مشهور جدا وموجود على السفرة في رمضان على طول، وهو من المشروبات على المائدة الرمضانية. بيحتوي العرق سوس على نسبة عالية من البوتاسيوم، عشان كده هو مشروب مهم جدا تواجده على المائدة عند الإفطار، هيساعد جسمك على الاحتفاظ بالماء. لأن في بعض الناس دايما بتبقى أجسامها بتتعرق بسرعة، وده بيأثر على درجة حرارتها وبيأثر على شعورها دايما بالعطش. دي أبرز المشروبات اللي احنا لو حافظنا عليها خلال فترة ما بين السحور والفطار ان شاء الله نكون بننعم على طول ريق مبتل كده ومش حاسين ان احنا عطشانين. خلينا نطلع مع حضراتكم لفاصل ونرجع نواصل معاكم حلقتنا.